دليل حتى لا تضيع الطريق. الطب النفسي لابد أن تكون ملم في الفلسفة مثلا، تكون ملم في العلوم الإنسانية، تكون ملم في العلوم الاجتماعية، وكذلك علم النفس. كل يوم بيكون يوم جديد ويوم مميز بالنسبة لك. هي طبيعة الأمراض النفسية وربطها بالمعتقدات الدينية. في دراسة أجريت كذلك في أحد مستشفيات الرياض، تقريبا جابوا 150 مريض، هم اللي عندهم المرضى اللي عندهم auditory hallucinations، الهلاوس السمعية، وسألوهم عن سبب الهلاوس السمعية هذه. تستشير 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 ولا تكثر من استشارة، استشر فقط شخص تثق فيه. مرحبا، أنا دلال فلاح وهذا بودكاست دليل. بودكاست دليل هو مبادرة تهدف لتعريف الطلاب والطالبات بمختلف التخصصات الطبية عبر استضافة نخبة من الأطباء المتميزين المبدعين في مجالاتهم. حلقة اليوم حلقة مثيرة للاهتمام عن تخصص الطب النفسي، وضيفنا هو الدكتور حاتم الحربي. مرحبا دكتور. يا أهلا وسهلا، حياك الله دلال، حيا الله الجميع. يا أهلا وسهلا. الله يحييك. عرفنا بنفسك يا دكتور، وعرفنا بالطب النفسي، عطنا كذا نبذة عن هذا المجال. طيب، حياكم الله. أول شيء أشكر لبودكاست دليل هذه المبادرة، أشكر لكم استضافتكم، أسأل الله أن يجعلنا نحسن ظنكم بإذن الله. أول شيء أعرفكم نفسي، أنا معكم أخوكم الدكتور حاتم يوسف الحربي، أستاذ الطب النفسي المساعد في جامعة القصيم، سينيور ريجسترار، خريج البورد السعودي والبورد العربي لعام 2017، البورد السعودي في الطب النفسي والبورد العربي في الطب النفسي لعام 2017. يسعدني جدا أن أتكلم معكم اليوم عن هذا التخصص. بشكل عام يعني نبدأ مختصرة عن الطب النفسي. الطب النفسي بشكل عام هو التخصص، جزء في الأساس من التخصصات الباطنة، هو يتكلم دائما عن علاج وتشخيص والحماية من الأمراض النفسية. الأمراض النفسية هو أي مرض ممكن يأثر على مشاعرنا، أو أي مرض ممكن يأثر على سلوكنا، أو يأثر على أفكارنا. فهذه مهمة الطب النفسي في الأساس. جميل جميل، شرفتنا يا دكتور. الشرف لي. أنا متأكد إن هذه الحلقة راح تكون مثيرة للاهتمام بإذن الله. طيب دكتور، السؤال المعتاد، ليش الطب النفسي؟ أوكي. لماذا الطب النفسي؟ ليش اخترت الطب النفسي؟ ولا هل الطب النفسي اختارك؟ أو أنت من كنت ستيودنت كنت حاب أن تتخصص في هذا المجال؟ أو إيش الأسباب اللي ممكن تدفع أي طالب طب لما يتخرج أنه يختار الطب النفسي للتخصص؟ جميل، أشكرك حقيقة دلال على هذا السؤال. بشكل عام يعني واي سايكاتري، ليش اروح انا للسايكاتري، ليش اروح الطب النفسي؟ بشكل عام الطب النفسي هو جزء من التخصصات، في تخصصات كثيره في الحياه تحتاج انك تعمل كل الذهن البشري بذكاء عشان تكون ملم فيه. فهو كتخصص الطب النفسي لابد ان تكون ملم في الفلسفه مثلا، تكون ملم في العلوم الانسانيه، تكون ملم في العلوم الاجتماعيه، وكذلك علم النفس، عشان كل الأشياء هذه نتمكن من محاولة بسيطة لكي نفهم العقل البشري، ولكي نصبر أغواره التي ركبها الله بطريقة يعني لم ولن يدرك العقل البشري منه إلا القليل. فهذا هو أحد أهم الأسباب اللي خلتني اختار الطب النفسي، أنه تخصص جامع بين أكثر من شيء، جامع بين الفلسفة، جامع بين علم النفس، جامع بين العلوم الإنسانية بشكل عام. الشيء الثاني من الأشياء اللي يعني خليك تختار الطب النفسي، أنه كونك كطبيب نفسي هذا يعني أنك راح تسمع أكثر ما تتحدث المريض، يعني أنك راح تصغي إصغاء تام بكل جوارحك للمريض، جاهداً لمحاولة الحصول على فهم أعمق للحالة. لأنه لحد الآن يعني هي اضطرابات نفسية قليلة جداً اللي ممكن نلجأ فيها إلى عمل تحاليل مخبرية أو أشعة تصويرية، فكل علاقتنا مع المريض هي علاقة يعني بالجلسة مع المريض، بالكلام مع المريض. لذلك نحتاج أن نسمع أكثر، أننا نتكلم مع المريض لكي نصل إلى تشخيص معين. الشيء الثالث اللي خلاني أختار السايكاتري، إنه بشكل عام يعني الجلسة مع المريض النفسي هي دائما ما هي جلسة تشخيصية، هي جلسة علاجية. لابد تحاول تكوين علاقة إيجابية مع المريض وكذلك مع أهله لتخفيف العبء الكبير اللي يقع على عاتق الأسرة.
لأنه ما نتصور إحنا حجم المعاناة اللي تقع على عاتق الأسرة. الأسرة كلها تتأثر. يعني أنت لما تعالج المريض النفسي أنت ما تعالج فرد واحد، أنت تعالج ديناميكية علاقة عائلية كاملة تأثرت بسبب هذا الاضطراب. فلذلك أنت لما تشتغل مع العائلة يعني أنت أنقذت عائلة تماما من الضياع ومن التعب بشكل عام. فهذا هو أحد الأسباب. السبب الثالث اللي تكلمنا عنه هو WHO Psychiatry. الشيء الثالث أو الشيء الرابع أنه بشكل عام الطب النفسي خصوصا في السعودية يعني تخصص يعني متطور ويتطور يوميا. مئات البحوث والألاف تنشر عالميا بشكل يومي. فمن ناحية البحوث والدراسات في السعودية المجال خصب جدا لتقديم البحوث والدراسات عن أي جزئية في الطب النفسي. فإذا نتكلم مثلا عن الأدوية، عن السوشيال سيرفيسز مثلا، عن العلاج بالكلام، دراسات العلاج بالكلام، دراسات حتى عن الإبيديميولوجيز. فالمجال خصب، مجال بحثي خصب لأبعد درجة في الطب النفسي. الشيء الرابع أو الخامس ما أعرف الشيء الخامس الآن نتكلم أنه في السايكاتري وفي الطب النفسي مثلا ما في عندنا typical psychiatric patients، ما في عندنا مريض نفسي مثالي. ناخذ كمثال مثلا الاكتئاب. الاكتئاب مثلا في الطب النفسي يعني انه قد ياتيك بصور متعدده، هو نفس التشخيص في النهايه لكن ياتي بطرق مختلفه، برزنتيشن يكون مختلف من مريض الى مريض. وهذا شيء انه انك تسمع قصص مختلفه قد يكون مريح للشخص لما يكون عنده شغف انه يسمع من الاخرين او انه يحاول يفهم الاخرين ومساعدتهم، لكن تكون ضمن الطرق العلاجية المقننة والمثبتة عالميا. الشيء السادس ممكن يكون اللي هو اللي بشكل عام الطب النفسي هو أكثر من كونه طبيب مسترخي على كرسي ويسمع المريض. مثل ما قلت أنت قد تغير من حياة أسرة بأكملها وليس المريض وحده. فبالطرق العلاجية الحديثة بيكون في جلسات سلوكية أو جلسات بالكلام مع أخصائي سلوك أو أخصائي كلام، آلاف المرضى راح يتحسنون، تتغير حياتهم كثيراً كثيراً تتغير. وأغلبهم كذلك حتى شفتها كثير، شفناها كثير يعني وشافها كثير من الزملاء، أنه كثير من المرضى يتمنى لو أنه استطاع زيارة الطبيب مبكراً بعد أن يلحظ الأثر الإيجابي في حياته. سواء فعلا سواء الأثر مو شرط مو على المريض نفسه، مو شرط أنه يكون أثر شخصي على المريض، الأثر قد يكون على المريض نفسه، قد يكون على الأثر على الأهل، على العمل، أو حتى على العلاقات، على العلاقات الاجتماعية بشكل عام. فهذه الأشياء جميعها من زاوية أخرى هي اللي خلتني I choose psychiatry وأنا أختار الطب النفسي لهذه الأسباب. يعني مثل ما قلنا أنه في شغف أنك تسمع من الآخرين وتحاول تساعدهم، أنه في مجال بحثي خاص أنه كذلك أنت تغير أسر بأكملها أكثر من أنك تغير شخص واحد. جميل دكتور، حدثنا عن طبيعة المرضى اللي يتعامل معهم الطبيب النفسي، هل هو فعلا مخيف كما يتصور الكثيرون عن مرتادي عيادة الطب النفسي؟ وكيف تأثير هؤلاء المرضى على الناس من حولهم؟ بالنسبة للسؤال، هذا السؤال شائك فعلا وكثير وصل عنه من قبل الطلاب والطالبات، من قبل الانترنز عن طبيعة المرضى النفسي. للأسف أنه بشكل عام حنا كبشر تكونت لدينا صورة نمطية عن المرضى النفسيين. دائما المريض النفسي يجي في بالنا انه شخص غريب الاطوار، شخص unpredictable يعني غير متوقع، ما تقدر تتنبأ بافعاله، شخص يعني دائما حتى وسائل الاعلام اي جريمه او اي شيء دائما يحاولون انه يلجؤون الى تفسيرها بانه مريض نفسي يرتكب جريمه فلانيه، المريض النفسي يرتكب جريمه فلانيه. فحقيقه هذا بسبب الصورة النمطية التي تكونت لدينا، لكن علمياً كل الدراسات أثبتت مثلاً أن مرضى الفصام أو مرضى السكيزوفرينيا أنهم ليسوا بأكثر من الجنرال بوبوليشن، ليسوا بأكثر من عامة الناس في ارتكاب الجرائم، وهذا شيء مثبت علمياً وليس مجرد عن كلام وسائل الإعلام. قد يكون فعلاً المرضى اللي هم عندهم سلوك أو ميول عدواني ممكن يكونون أكثر من غيرهم، أو الناس اللي عندهم يستخدمون السابستنس يستخدمون المخدرات قد يكونون أكثر من غيرهم للعنف، لكن بشكل عام المريض النفسي هو أبوك وأخوك وأختك وزوجك، وهو شخص يعيش بيننا مثل أي شخص آخر.
فبشكل عام احنا المرضى لدينا اما يكونون مرضى ذهان وهذول غالبا يكونون غير مستبصرين بالمرض يحضرون الى العياده من قبل مقدم الرعايه لهم في العائله او يكونون مرضى عصبيين. المرضى العصبيين اللي هم النيروتيك ديس اوردرز مثل الاكتئاب القلق الوساوس الفوبيا الاشياء هذه، وغالبا المريض يحضر بنفسه ويبث ما يشعر به بشكوى. فبشكل عام اندفرس مثلا في البدايه، خلينا نتكلم مثلا اندفرس 2 years of residency مثلا، راح تلاحظين انه لا لما ترجعي للبيت انت حامله هم مرضاك معك وتفكرين بالمريض اللي انتحر كيف انتحر، والمريض اللي صارت عنده مشكله مرايتال ديسكومفورت مثلا علاقه أسرية سيئة كيف ممكن تساعدينه فيه. ففي أول سنتين وهذا بسبب طبيعتنا كبشر، لكن بعد كذا مع الوقت يعني you will adapt to hearing such stories فبيكون عندك much maturity و much immunity يعني تجاه الأشياء هذه. ما أنكر أقول أنه إحنا بالنهاية بشر وإحنا نتأثر في الظروف هذه، لكنه يجب أن الواحد يحاول to control his emotions أنه ما يخرج فيها خارج العيادة، مع الوقت يقول ماسترت يعني بتلاحظين انها شيء طبيعي جدا انه تشوفين مثل المرضى هذول من دون ما ياثرون عليك بشيء ابدا. و از جنرال سايكاتريست كطبيب نفسي عام راح يمر عليك اصلا، راح تشوف في العياده كبار في السن تكلم جرياتريكس، وراح تشوف ادلتس، وراح تشوف كذلك اطفال. فطالما انك يو ار جنرال سايكاتريست راح يمرون عليك كل فئات المجتمع، يمرون عليك كل البشر بشكل عام. هذا طبيعة سؤالك عن طبيعة المرضى، أتمنى أني لا كان جوابك وافي دكتور. لكن ماذا عن نظام العمل معهم في المستشفى؟ يعني كيف تعملون مع هذول المرضى؟ هل هو غالبا يكونون في عيادات؟ طيب. كيف حال المرضى اللي متنومين؟ كيف تفرقون بينهم؟ إيش الحالات اللي تحتاج تنويم؟ إيش الحالات اللي ما تحتاج تنويم؟ طيب أوكي طيب خير إن شاء الله. بالنسبة إحنا طبيعة العمل في المستشفى مثل باقي التخصصات، يعني أنت ما تشتغل في الإنبيشنز في التنويم أو تشتغل في العيادات الخارجية غالباً راح يكون عندك هناك مناوبات في أقسام الطوارئ. المناوبات يختلف عددها حسب العدد الموجود في المستشفى ولا حسب الرتبة الوظيفية. فمثلاً الريزيدنتس طبيعي أن يأخذ أكثر من سبيشاليست، والسبيشاليست طبيعي أن يأخذ أقل من الكونسلتنت. في المستشفى من يكون مثل ما قلنا يكون في التنويم أو يكون في العيادات الخارجية. غالبا المرضى يجوا بالطوارئ، يعني يدخلون للتنويم عن طريق اما عن طريق الطوارئ او عن طريق العيادات الخارجيه على حسب اذا في indications for admission. غالبا اكثر يعني اكثر دواعي للتنويم داخل الاقسام التنويم النفسيه هي وجود ضرر على نفسه او وجود ضرر على الاخرين. وانس انه نحس انه المريض انه في كذا ضرر عاجل او ضرر قريب متوقع على نفسه او ضرر على احد اخر، احنا نكون مضطرين ان ننوم. وبالاضافه الى مثلا حالات الاكتئاب الشديد، حالات مثلا الذهان، حالات ثنائي القطب الشديده اللي يكون فيها هيجان، يكون فيها عدوانيه، يكون فيها عنف، فنضطر ان ننوم المريض. طبيعه التنويم في المستشفيات النفسيه مختلفه عن التنويم في المستشفيات الاخرى، من ناحيه انه اول شيء انه تكون هايلي سكيورد وورد، يعني ما هي جنرال وورد نفسها نفس المدرسه نفس السيرجري، لا غالبا تكون highly secured ward. غالبا النيرسز اللي يكونوا هناك well trained nurses، يكون كذلك good number of nurses عشان لما يكون في اي risks of agitation اي risk of aggression يكونون good number of nurses. الشيء الثاني في عندنا كذلك isolation rooms في ال inpatient units. ال isolation rooms يعني to save the patient once لما يكون هو agitated، لما يكون متهيج، وكذلك انه للآخرين حماية للمرضى الآخرين. غالبا أحيانا نضطر أن نخلي المريض يكون تحت مراقبة دائمة قبل الممرض اسمه one to one observation all the time عشان نتأكد أنه نراقب كل تصرفاته وكل سلوكه. داخل الانبيشنت في أريحية تامة، المرضى يكونون عندهم recreational activities، عندهم يمارسون هواياتهم، يمارسون أنشطتهم الطبيعية. نحاول خلق جو عائلي داخل الأقسام التنويم غالبا، أو في العيادات الخارجية مثل بقية التخصصات تشوف في اليوم على حسب العيادات. مثلا ممكن تشوف 2 new patients مثلا و10 مثلا follow up أو 14 follow up نفس بقية العيادات. في الطوارئ غالبا يعني يول لما تكون في residence يعني يول بي the one who first handled the case،
you take a detailed history, تاخذ تاريخ كامل للمريض، تتواصل مع أهله وتتواصل مع البوليس لما يكون هم اللي جابوه، تتواصل مع الإسعاف، try to get يعني تحاول تجمع أكبر قدر ممكن عن المريض. طيب دكتور، ايش الجميل، ايش الجميل في هذا المجال، ايش الجميل في الطب النفسي؟ اوكي، ايش ايجابيات هذا المجال؟ ايوه، ايجابياته مثل ما ذكرت في البدايه، اول شيء انه ما في يوم بيتكرر عليك في السايكاتري، في الطب النفسي نفس بعض، كل يوم بيكون يوم جديد ويوم مميز بالنسبه لك. مثل ما قلت انت، راح الايجابي انك لما تشوف البسمه وصنعت تغيير في حياة شخص، هذا بحد ذاته كافي تماماً أنه يغير من شعورك ورضاك عن نفسك. الشيء الثالث أنه بشكل عام كتخصص، أنت بالنهاية طبيب، أنت بالنهاية فيزيشن، أنت تدمج بين عدة تخصصات داخل تخصص واحد، فهذه أهم الإيجابيات اللي فيه. وكذلك بالنسبة ممكن دائماً أسأل حتى على الموضوع الإنكم، مثلاً في السايكاتري يعني بشكل عام، لما نتكلم حنا عن، ما نتكلم عن الوظائف، نتكلم عن الوظائف الحكومية، الطب النفسي دائما كراتب أعلى بنسبة قليلة أو بنسبة متوسطة من بقية التخصصات الأخرى، عندهم بدل اللي هو بدل الممارس النفسي، وهذا حتى يتجاوز أعتقد ما أعرف النسبة بالضبط، قد يكون الريزيدنت 2000، السبيشاليست 2500 ريال سعودي في الشهر، والكونسلتنت 3000 أو أبف ما أعرف بالضبط. هذه من احد الاشياء الايجابيات ان جنرال فور بشكل عام في الطب النفسي. ماذا عن السلبيات دكتور؟ طبعا السلبيات ما يكاد يخلو تخصص من السلبيات. بشكل عام اهم السلبيات اللي نتكلم عنها في الطب النفسي اللي هو نقص الوعي المجتمعي بالاضطرابات النفسيه، بالاضافه الى الشعور بوصمه العار والخجل من الحديث عن الامراض النفسيه. هذه رسالة نحملها نحن على عاتقنا في المحاولة لتثقيف الناس وتوعيتهم على الاضطرابات النفسية، لكن ولله الحمد في السنوات الأخيرة نلاحظ أن الوعي أصبح بشكل عام أفضل من قبل بكثير وبمراحل. يعني يتكلمون مثلاً، في سابقاً في 10 سنوات أو 20 سنة الماضية، لما يكون أحد في الأوت بيشنس الكل يجلس يعني متلثم، وحتى المناداه لا تكون بالاسم تكون بالارقام. ولاحظ ان الفتره هذه اخف بكثير من قبل، وكل الان يذهب للطبيب النفسي. وللاسف انه نقص الوعي هذا للاسف انه ليس فقط من المرضى انفسهم، بل احيانا حتى من اطباء، في تخصصات اخرى. في دراسه اجريت في احد الدول على 88 طبيب في مختلف التخصصات في الموجودين في اقسام التنويم، تم سؤال هؤلاء الأطباء عن مدى حاجتهم لتحويل مرضاهم إلى الطب النفسي، يعني هل أنت بحاجة اضطريت أنك تحول مريضك إلى الطب النفسي ولا لا خلال آخر 5 سنوات. الحقيقة أن النتائج كانت صادمة جدا، النتيجة أنه كانت ما يعادل أكثر من 75% ذكروا بأنهم لم يحول مرضاه أبدا للطبيب النفسي أو على الأكثر مرتين خلال تلك الفترة، إيمانا منهم بأنه ما يعرفون أن الطبيب النفسي ممكن قدم شيء للمرضى الموجودين في أقسام التنويم. في نفس الدراسة كذلك تم قياس مدى وعي هؤلاء الأطباء، هم الجنرال فيزيشنز، نتكلم عن السيرجنز، الانترنست، الأنكولوجيست، كلهم تم قياس مدى وعيهم عن الأدوية النفسية. النتيجة كذلك كانت صادمة، 2/3 of them، يعني الثلثين منهم كانوا يعتقدون أنه البنزودايزيبينز هي the safest psychotropic medications، كانوا يعتقدون أن البنزودايزيبين هي أأمن أدوية نفسية موجودة. فهذا كذلك يعني يوضح أنه النقص الشديد في الوعي بالأمراض النفسية وبالأدوية النفسية حتى من الأطباء أنفسهم. إحنا حقيقة ما نحمل الأطباء الخطأ كله، فجزء منه تتحمل كلية الطب. أنا أكاديمي وأتكلم عن الموضوع هذا، أنه لأنه الطالب في كلية الطب قد لا يكون يعني كل علمه في الطب النفسي لا يتجاوز 4 أسابيع دراسة خلال فترة الكلية، وهذا هو المتوسط في أغلب الكليات. فبالمناسبة كذلك في دراسة سعودية أجريت على هذا الموضوع، أنه مدى وعي الأطباء أو مدى الوعي المجتمعي يعني الأمراض النفسية، أجريت في جامعة الملك فيصل على طلاب كلية الطب، جابوهم قبل دراستهم للكلية وبعد قارنوا بعد دراسة
قبل دراستهم الكورس وبعد دراستهم الكورس، فسألوهم السؤال هذا، هل توجد فائدة من الاستشارة النفسية؟ فقبل الكورس تقريبا 59% اللي أجابوا أنه أوكي في فائدة، نعم في فائدة للاستشارة النفسية، لكن بعد الكورس ارتفعت هذه النسبة لنفس الطلاب أكثر من 90% أجابوا أنه أوكي فيه في دور للطب النفسي وفي الاستشارات النفسية بشكل عام. هذا يبين فعلا دور الوعي الكامل في ارتقاء الخدمات النفسية بشكل عام. فهذا هو أهم السلبيات عندنا في الطب النفسي، من غياب الوعي المجتمعي. أحد أهم السلبيات الأخرى أنه في عدد كثير من الأمراض النفسية لها طابع الإزمان، مثل بقية التخصصات الطبية، مثل السكر، مثل الضغط، مثل بعض أمراض الروماتيزم اللي يكون فيها المريض بحاجة للاستمرار على الأدوية أغلب سنوات العمر. فهذا يخلي المريض يحس أنه ما في تحسن، أنا ما في فائدة، أنا ليش أنا مستمر على الأدوية أغلب سنوات العمر؟ فيحصل أنه موقف الأدوية بعد كده he will go into relapse، فيحصل فيه انتكاسات كثير. فهذا أحد أهم السلبيات. جزء آخر من السلبيات كذلك عندنا هو الخلط الحاصل عند البعض، يعني وهذا كثير نشوفه، الخلط الحاصل عند البعض بين طبيعة الأمراض النفسية وربطها بالمعتقدات الدينية. وهذا بشكل عام من طبيعة البشر، لأنهم يميلون إلى تفسير الأشياء الروحية دائما، ينسبونها إلى الغيبيات، القوى الخارقة كالمس والعين والسحر. في دراسة أجريت كذلك في أحد مستشفيات الرياض، تقريبا جابوا 150 مريض، هم اللي عندهم المرضى اللي عندهم auditory hallucinations، الهلاوس السمعية، وسألوهم عن سبب الهلاوس السمعية هذه، فما يعادل 51% تقريبا من المرضى هذون من 150 أفادوا أنه بسبب الهلاوس هذه، أنه بسبب أنه السحر والمس، بسبب السحر والشياطين اللي عندهم. نفس الدراسة تقريبا نفس السؤال هذا أجروه في بريطانيا ولم تتجاوز النسبة 7%. فهذا الموضوع أنه إيمان الناس أنه كل شيء يكون بسبب العين أو بسبب السحر أو بسبب المس يولد عندنا صعوبة. أحد الصعوبة المواجهة في الطب النفسي هو في الـ Identifications with Diagnosis of Psychiatric Illnesses، يعني المريض ما يجيك إلا بعد سنوات أو بعد مراحل متأخرة من تقدم المرض أنه هو راح يبحث عنها تفسير الأشياء هذه بالسحر أو بالمس أو بالعين أو بأشياء أخرى يعني. أو عالم تفسير الأحلام بعد، بعضهم يشوف nightmares وكذا ويصير يبحث عن تفسيرها. وهذه بالضبط، وهذه جزء كذلك مهم جدا، أنه فيلجأ المريض إلى يضيع جزء كبير. مثلا نتكلم مثلا في السايكوسيس، في السايكوسيس مثلا في البهان هو ongoing brain damages، يعني brain cells damages. فالمريض لما يجينا في آخر مراحل المرض، لو جاء في وقت مبكر فكان الوضع أسهل من كذا بكثير. أحد كذلك أهم السلبيات ممكن نواجهها حنا في الطب النفسي، أنه المريض غالبا يكون فترات طويلة من عمره يعاني، ثم بمجرد وصوله للطبيب النفسي يبدأ يستعجل النتائج ويتوقع أنه لابد يتحسن خلال فترة وجيزة، أو أنه أنا ما راح أتحسن. وهذا يكون من الصعوبة بمكان، لأنه أغلب مفعول الأدوية النفسية يحتاج وقت أطول، وكذلك حتى جلسات الكلام تحتاج وقت أطول لتؤتي ثمارها وتؤتي مفعولها بشكل عام. دكتور، اذكر لنا موقف لا تنساه حصل لك أثناء تدريبك، أو مريض عالجته لا تنساه بقي في ذاكرتك. كوني كطبيب نفسي المواقف كثيرة جدا، ويصعب أني أحصرها في وقت وجيز، لكن بشكل عام أنت كطبيب نفسي راح تمر عليك حالات يعني لا تكاد تمر على أحد آخر إلا في الأفلام أو في الكتب فقط. أيوة، بشكل عام المواقف التي لا تكاد تنسى، على سبيل المثال أنه يزورك زوجين رزقا بطفلهما الأول بعد عقم طال أكثر من 13 سنة، فلك أن تتوقع يعني حجم فرحتهما بهذا الطفل، وحجم أنه المعاناة اللي بذلوها لكي يحصلوا على هذا الطفل. فوقت الزيارة كان الطفل عمره 5 سنوات، تم تشخيص الطفل بشكل واضح أنه باضطراب التوحد. فهذه كانت مشاعر وقتها ليست سهلة، وليست سهلة المشاعر على الوالدين أنهم يرون طفلهم الذي علقوا عليه الأمال كلها، يرونهم عديم المشاعر، عديم التعبير، عديم الفهم، لا يعي، يعني كأنهم يتعاملون مع جدار من ناحية المشاعر. هذا الموقف كان من المواقف التي أثرت فيني، ولا أزال أتذكر أنه دائما أني أشعر بشيء من التعاطف الكبير مع مرضى التوحد بعد هذه الحادثة.
جميل. نرجع الحديث عن الفرص التدريبية دكتور. نعم، بشكل عام هي البورد السعودي في الطب النفسي هو من أفضل، يعني نتكلم البورد الموجودة في العالم، في العالم العربي وفي الخليج بشكل أدق. والبورد السعودي خطى خطوات كبيرة صراحة في التطور ووصول إلى مراحل متقدمة بتخريج أطباء نفسيين على مستوى عالي من الكفاءة. البرنامج في السعودية هو جوينت بروجرام. وش يعني بجوينت بروجرام؟ أنه أنت ما تكون في مستشفى واحد، تمر على كذا مستشفى، عدة مستشفيات في الرياض they are involved في البروجرام. فكل روتيشنز ممكن تكون لك في مستشفى معين. البرنامج والبورد السعودي كان موجود فقط في الرياض وجدة والخبر، لكن في السنوات الأخيرة الهيئة افتتحت برامج تدريبية في أغلب مناطق المملكة. على سبيل المثال في القصيم الآن فيه سعودي سايكاتري بورد في القصيم، في المدينة، في أبها، في تبوك، وفي بعض المدن الأخرى، وكذلك حتى في بعض دول الخليج. لكن أغلب البرامج اللي هي خارج المناطق الثلاثة الرئيسية أغلبها تكون مرتبطة بشكل أو بآخر بالبرنامج الرئيسي اللي هو في الرياض أو في جدة أو في الخبر. وحقيقة أنه التدريب على أن يوجد هناك استشاريين على كفاءة عالية، سنترز غالبا كلها سنترز محترمة وسنترز رائعة جدا للتدريب. جميل. ماذا عن الاحتياج الوطني؟ إلى أي مدى تحتاج المملكة الأطباء النفسيين؟ السؤال هذا عشان نفهم أنه مدى احتياج الوطن أو مدى كيف هل نحن بحاجة ولا لا، نتكلم أول شيء نذكر مساحة نتائج المسح الوطني الطبي للأمراض النفسية. في مسح وطني أجري تقريبا من 5 سنوات هم يشتغلون عليه، صدرت نتائجه في أواخر 2019، حيث أفاد أنه نتائج المسح الوطني أفادت أنه نسبة الإصابة في أي مرض، هذه دراسة سعودية تكلمنا نتائج المسح الوطني السعودي، أفادت النتائج بأنه نسبة الإصابة في أي مرض نفسي خلال فترة حياة الأشخاص هي 34.2%. فتعتبر نسبة ليست نسبة قليلة جدا وليست نسبة سهلة أبدا، هي فعلا أقل من النسب الموجودة في الولايات المتحدة لكنها أعلى من بعض الدول العربية مثل لبنان والعراق. فهذا يوضح أنه وجود الأمراض النفسية بيننا، يعني تقريبا أكثر من الثلث من السعوديين مصاب بأي اضطراب نفسي في أي فترة من فترات حياته. الشيء المزعج في هذه النتائج اللي ومن نتائج من الأشياء الصادمة في هذه النتائج أنه 83% من المصابين بأمراض نفسية شديدة أنهم ما حصلوا على علاج. فإذا ذكرنا هذه الأرقام عرفنا أهمية أو عرفنا الحاجة الماسة للأطباء النفسيين بشكل خاص والخدمات النفسية بشكل عام. وللأسف أنه كذلك العجز عندنا يتضح أكثر، نقص الأطباء النفسيين وزيادة الأمراض النفسية يتضح أكثر كل ما ابتعدنا عن المدن الثلاثة الرئيسية اللي هي نتكلم عن الرياض والخبر وجدة. كل ما ابتعدنا عن المدن الرئيسية لاحظت أنه الاضطرابات النفسية تكون بشكل أوضح. الشيء الثاني أنه ما هو من الشائع أبداً أنك تجد طبيب نفسي بتخصص دقيق خارج هذه المناطق الثلاث، مما يعني أن العبء أكبر على بقية المناطق. دائماً نجد أو نلاحظ أنه في إلى حد ما في أغلب مثلاً في الرياض، مثلاً نتكلم عن الرياض، أغلب السب سبيشاليتيز في السايكاتري أغلبهم موجودين في الرياض. فلما نقارنهم مثلاً في القصيم مثلاً، تقريباً الناس اللي هم سب سبيشاليتي في السايكاتري ما يتجاوزون 3 سايكاتريست، في حين أنه على الأقل مثلاً في جرياتريك سايكاتري مثلاً في الرياض على الأقل موجودين 3 هناك. لكن أنا أتكلم مثلاً في المناطق الأخرى يكاد يكون العبء عليهم أكبر ويزيد هذا كذلك العبء على المناطق الثلاث، تزداد نسبة التحويل أو الريفيرال إلى كل المناطق الثلاث الأخرى. فهذا يوضح أنه الوطن لا يزال في حاجة ماسة جداً إلى الأطباء النفسيين بشكل عام. دكتور، بما أنك ذكرت السب سبيشاليتيز يصير تشرح لنا بس شوية نبذة عن التخصصات الدقيقة اللي ممكن المرء يتخصص فيها بعد الطب النفسي؟ نعم ممتازة. يعني السب سبيشاليتيز في الطب النفسي يعني عددها لا بأس به وعددها جدا ممتاز. أنت بعد ما تخلص البورد يكون عندك
خيارات متاحه جدا to go to any one of the subspecialties. على سبيل المثال مثلا الموجود عندنا في السعوديه الان موجود عندنا السايكوسوماتيك سبسبيشاليتي السايكوسوماتيك سبسبيشاليتي او الكونسلتيشن ليزن سايكاتري اللي هو الطب النفسي التواصلي او الطب النفسي الجسدي. هي زماله تختص بالطب بالمرضى بشكل عام, يعني بالمختصر انه المرضى الذين لديهم امراض عضويه مثلا السكر والضغط او المرضى المنومين في بقيه الاقسام ولديهم اعراض نفسيه بحاجه الى تدخل نفسي. فهذه الزماله موجوده في الرياض الان, زماله الطب النفسي الجسدي وزماله الطب النفسي للاطفال واليافعين Child and Adolescent Psychiatry, وهذه كذلك موجوده في الرياض ابتدات مؤخرا. فهذا حسب علمي هي الزمالات المتاحه في السعوديه اللي Child Psychiatry والسايكوسوماتيك Psychiatry. بقيه السبسبشاليتيز الموجوده على مستوى العالم, في عندنا ممكن الواحد يتخصص في المود والانكزايتي ديسوردرز, ممكن الواحد يتخصص في الادكشن سايكاتري الادمان, ممكن الواحد يتخصص في الومن سايكاتري, ممكن الواحد يتخصص في السايكوثيرابيست, ممكن يتخصص في الفورنسيك سايكاتري, والفورنسيك سايكاتري من اهم التخصصات وكذلك العدد قليل جدا في السعوديه. الفورنسيك سايكاتري يتكلم عن اللي هو الشخص الذي ارتكب جريمه بشكل مبسط او بشكل مختصر جدا, الشخص الذي ارتكب جريمه او ارتكب اي جنحة او اي جنح, فهل هو يكون مسؤول عن تصرفه وهو مريض نفسي, هل يكون هذا الشخص مسؤول عن هذا التصرف او لا؟ هذا بشكل مختصر, لكن يشمل هو كذلك الطب الشرعي المدني غير الطب الشرعي الجنائي. كذلك في الجرياتريك سايكاتري طب الشيخوخه, وكذلك سليب سايكاتري, وكذلك اللي هو الايتينج اند سيكشوال ديسوردرز. كذلك في سب سبيشاليتي ما اعرف اذا في احد في السعوديه عنده ولا لا, اللي هو السايكوسس سايكوسس سايكاتري. فهذه متاحه جدا. سايكوسس سايكاتري, ايوه, يعني ايرلي انترفينشن سايكوسس. ايرلي انترفينشن سايكوسس يعني الناس دي سب سبيشاليتي تو هيلب بيبل هو فيرست اونست سايكوسس هاو تو ديل وذ بريفنت سايكوسس. لكن مثل ما ذكرت الموجود في السعوديه عندنا فقط الان التشايلد فيلوشيب والسايكوسوماتيك فيلوشيب. ما في تخصصات لها علاقه بالنيورو؟ لا, نيورو سايكاتري نعم, اللي هو ديلينج وذ النيورولوجيكال ديزيز ويتش هاف سايكاتريك مانيفيستيشنز. وفي كذلك موجود في الرياض احد الكونسلتنت هي سبيشاليزد في النيورو سايكاتريس. جميل. دكتور, ما هي العقبات التي قد تواجه المتدرب في الطب النفسي والريزيدنت؟ اوكي, حقيقه انه العقبات لا موجوده في كل تخصص, في عقبات, لكن الحقيقه انه كثير من الزملاء المتواجدين في السعودي بورد يحاولون دائما انه يدللون الصعوبات الموجوده, يحاولون انهم يخلقون بيئه تدريبيه جيده, لكن مع ذلك لا تزال هناك بعض العقبات اللي انا اتكلم مثلا شخصيا قد واجهت جزء منها. من اهمها اللي هو التنقل الدائم بين المستشفيات, واز جوينت بروجرام فانت مضطر انه كل بين فتره وفتره تنتقل الى مستشفى الى مستشفى اخر. فغالبا بعد ما تبدا تاخذ على اجراءات المستشفى وتاخذ على سيستم المستشفى وعلى طبيعه المستشفى تكون الروتيشن انتهت, فتكون مضطر الى انك تروح الى مستشفى اخر وتبدا تتعلم على سيستم جديد وعلى اداره جديده وعلى. فهذا من اهم العقبات اللي دائما نواجهها. احد العقبات الثانيه اللي هو احيانا يكون في غياب بعض الاشراف المكثف, يعني السوبرفيجنز من بعض الكونسلتنت, وهذا نادر لكنه موجود. فهذا اللي يخليك تحس تجد احيانا تحس انك انت يو ار دوينج بيور سيرفيسز اكثر من انك يو ار تريننج. من اهم العقبات كذلك انه احيانا بعض المستشفيات تكون فيها الانكولات او المناوبات تكون متعبه جدا. اذكر في بعض الحالات قد تصل الى 17 حاله في اليوم بيزي ان كول, يكون اغلب الوقت يعني ما تكاد تجد وقت انا فيه, واحيانا يكون عندك عقبات انه يكون عندك بوستن كول راوندز لما يكون في اليوم اللي انت في التيم اللي معه. فهذا من اهم العقبات. الشيء الثالث المهم جدا انه انت كطبيب متوقع منك الان از ريزيدنت, متوقع منك انك يو ار ريسبونسبل اباوت يور بيشنتس, متوقع منك انك تحضر الاختبارات وتقرا اكثر وتطلع اكثر, بالاضافه الى انك
عندك لونكوز، واحيانا تكون لونكوز حتى في الويكلز، فهذه من اهم العقبات. لكن هذه ليست يعني ما هو السايكاتري لوحده، كل التخصصات فيها نفس الشيء هذا، ومتوقع منك كطبيب انك تجتهد اكثر، نحاول انك تتغلب على الصعوبات قد ما تقدر. دكتور حاتم، نعم، هل تتاثر حياه الطبيب النفسي الاجتماعيه بكونها طبيب نفسي، سواء سلبا او او ايجابا؟ نعم. ايش تاثير الطب النفسي على الطبيب النفسي نفسه؟ نعم، حقيقه خلال يعني ودي افصلها خلال الريزيدنسي وخلال بعد الريزيدنسي. خلال الريزيدنسي طبعا العلاقات الاجتماعيه راح تتاثر كثير، لانه مثل ما قلت انه انت قد تكون تضطر انك تاخذ اون كولز في الويكندز، عندك اون كولز في الويك دايز، احيانا ما تقدر تحضر مناسبات اجتماعية، ما تقدر تحضر مناسبات عائلية بسبب انه انك تكون مناوب او تكون عندك حالات في المستشفى. فحياتك خلال الريزنسي بتكون الى حد ما فيها بعض الصعوبات بعض العقبات، لكن بعد الريزنسي اولا الانكوز او المناوبات غالبا تكون كلها هوم انكوز، فما تضطر انك تروح المستشفى خارج وقت الدوام او في الويكندز الا في حالات نادره جدا. الشيء الثاني انه حتى خارج وقت بعد الريزيدنسي انه شغلك يكون غالبا مثلا في الاوت بيشنت او في الانبيشنت، ما تكون تشتغل المستشفى ومستشفى، فبيكون في استقرار اكثر. بعد الريزيدنسي انت عندك خيار، يعني اما انك تشتغل في مستشفى ومثل ما قلت العمل يكون مريح لحد ما، او انك تشتغل كذلك اكاديمي، يعني از اكاديميك جوب بتكون في كليه ونفس الوقت تكون عندك عيادات في الجامعه او عيادات في اي مستشفى مستشفيات. فبشكل عام بعد الريزنسي الوضع مريح الى حد ما، في وقت فور يور فاميلي فور يور انترست والهوبيز والاشياء هذه بيكون لها وقت كبير باذن الله. دكتور، هلا ذكرت لنا أسماء الجمعيات، المؤتمرات الدورية أو السنوية التي تقام على المستوى المحلي والعالمي؟ بحقيقة في السعودية اللي هو الأبرز الجمعيات اللي هو السعودي سايكاتريك أسوشيشن، الجمعية السعودية للأطباء النفسيين، كذلك نادي الأطباء السعوديين في هيئة التخصصات، وهذا يعني حقيقة يعني من أكثر النوادي التي لها الفضل في كل ما وصلنا إليه بعد الآن بعد الله. النادي يدير أطباء الريزيدنسي كلهم بالتعاون مع الكونسلتنت، تقام كثير من الاكتيفيتيز، تعقد دورات كثير في داخل إطار هذا النادي دائما، كذلك يعقد سنوين الريفيو كورس فور سايكاتريك ديسوردرز، كثير مستشفيات كذلك تقوم بتنظيم مؤتمرات سنوية سايكاتريك ابديتس، مثل مستشفى الملك خالد الجامعي دائما عندهم مؤتمر سنوي، مستشفى العسكري كذلك عندهم مؤتمر يقيمونه كل فتره اخرى، وكثير من كذلك من المستشفيات عندها مؤتمرات خاصه فيها. كذلك عالميا في مؤتمرين مهمين جدا اللي هو الاي بي اي والاي بي اي اليوروبيان سايكاتريك اسوشيشن والامريكان سايكاتريك اسوشيشن، يعقد المؤتمر سنويا في اوروبا وفي امريكا يناقش كل مستجدات الطب النفسي عالميا. دكتور حاتم الحربي، ما نصيحتك لطالب الطب الذي لديه الرغبة أو الاهتمام أو الشغف للالتحاق ببرنامج الطب النفسي؟ ممتاز، سؤال جدا مهم، وكذلك أسأل هذا السؤال كثير دائما. أول شيء أنه لابد أنه تعرف وش تبي بالضبط، يعني وش الأشياء اللي تخليك تختار الطب النفسي، انت والله اخترت الطب النفسي بناء على رغبه وشغف وحب في هذا التخصص، ولا فقط لانه شفت فلان مثلا او زميل او احد دخل الطب النفسي. الطب النفسي الذي يدرس في الكليات مختلف تماما عن الطب النفسي الحقيقي اللي راح تمارسه في حياتك الباقيه. غالبا للاسف انه اغلب الكليات، يعني حتى في بعض الكليات ما عندهم حتى بيتسايد تيتشنج، ما عندهم اصلا مستشفيات تعليميه، فيكونون يعتمدون اكثر على الثيوريتيكال بارتس. فمهم جدا انه قبل ما تدخل الطب النفسي لابد انك تاخذ على الاقل 1 مانث الكتف في السايكاتري، واللي فهمته انه كثير من الجامعات السعوديه صار سايكاتري جزء مانداتوري انه في الانترشيب، فعلى الاقل لابد تاخذ 1 مانث الكتف، وافضل حتى تاخذ ال 1 مانث الكتف في السايكاتري في مستشفى
يكون فيه impatience ويكون فيه emergency psychiatry. ليش أقول الشيئان ده؟ عشان تعرف من البداية طبيعة المرضى، تعرف how to deal with the hot cases، كيف how to deal with the chronic cases اللي موجودين أحيانا في الإمبيشن. فمن أفضل المستشفيات الحقيقة اللي ممكن أنصح فيها أي طالب مثلا، نتكلم أنا في الرياض بحكم أني تدربت في الرياض، المستشفى الملك خالد الجامعي مثلا، لأنه في إمبيشنس في إمرجنسي سايكاتري، كذلك مدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية كذلك يعني فيها إمبيشنس سايكاتري وفيها إمرجنسي سايكاتري. فأنا أقول أنه أي مستشفى في إمبيشنس وفي AR سايكاتري هذا good place، في good exposure راح يكون للحالات وراح تشوف إذا يناسبك الوضع أو ما يناسبك. الشيء المهم أنه جدا كذلك أنك تستشير تستشير تستشير، ولا تكثر من الاستشارة، استشر فقط شخص تثق فيه وتجلس معه جلسة وتأخذ انطباعه تماما عن هذا التخصص وكل الإيجابيات وكل السلبيات المتوقعة، وبعدها تقرر إذا هذا يناسبك أو لا. دكتور كلمة أخيرة لنا، دلنا يا دكتور. أول شيء أنه الطريق أمامكم إن شاء الله أن يكون سهل وميسر ومدلل إن شاء الله. أتمنى لكم إن شاء الله الطريق مشرق وطريق مضيء بإذن الله، يحتاج فقط أنكم تبذلون قصارى جهدكم سواء في التخصص السايكاتري أو في أي تخصصات أخرى. الزمن يتسارع بشكل عجيب، فالبقاء دائما الذي بذل، الذي اجتهد، الذي استغل كل نقطة في حياته أو كل وقفة في حياته يستفيد منها سواء علميا أو مهنيا أو في أي فائدة أخرى. نعم، شكرا جزيلا لك دكتور حاتم على كل نصيحة، على كل كلمة، على وقتك، على جهدك، شاكرين لك، شكرا جزيلا. الشكر لكم حقيقة، كل الشكر، الشكر لك دلال، الشكر لبودكاست دليل على حسن ظنكم واستضافتكم لي في هذا البودكاست. أملا مني أني أكون قد قدمت ولو شيء بسيط يفيد أحدهم يوما ما. مرة أخرى حقيقة أشكركم أشد الشكر على إتاحة الفرصة لي للحديث معكم في هذا المساء. شرفتنا يا دكتور، طاب مساءكم، يعطيكم العافية. ختاما نذكركم مستمعينا الأعزاء في خضم هذه الأحداث، دعونا نتباعد حتى لا نفترق.